الدكتورة. المريض والدكتورة تضاربوا. يلا يلا يلا. هاي جايز، كيف اخباركم؟ لابسين جاكيتات عشان المول ما شاء الله. جينا المول هذا الجديد ذا فيليج، بارد ما شاء الله، ولبسوا الجاكيت. كويس ان كان معكم الجاكيت. ايش معنى فيليج؟ يعني قرية. ايوه اقول اللي مليان ثلج. ثلج. طيب دحين فين بتدخلون؟ يا صديقي جو محل الالعاب. المفروض هذا يسمونه الجمر الكبير ما شاء الله. ايوه كبير، في اركان كثيره. المحل الثاني اسمه الجمل الصغير وصغير. ايوه هذا الجمل الصغير الفرع الثاني، بس ما شاء الله كبير. فقرروا غسانو روبين ندخل الجمل الصغير. برافو، يلا توكلنا على الله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام يلا انطلقوا. وصلنا الجمل الصغير. ايش مكتوب؟ صديقي خذ صورة معي. يلا اوقف خذ صورة. فيديو. يلا تعال. دخلنا محل الألعاب وما شاء الله غسان على طول طار على محل الألوان. بتلون يا غسان؟ أنا بلون بالألوان. طيب تبى تلون على الوجه؟ في عندهم تلوين الوجه. لا. بنا تبى إيش ترسمي؟ إيش تبى ترسمي؟ هذه أشكال الرسم؟ تقدر تختار منها يعني؟ إذا تبي شيء ثاني غير هذا عادي، وإذا تبي هذا كيفك. الأولاد في لهم أشكال؟ ولا يقولوا يختاروا بالملة؟ ها؟ تبي ميني ماوس؟ لكن هذا يخلص بسرعة. عادي ميني ماوس حلو مرة هادي. وأنت يا غسان إيش تبغى ترسم؟ ها تلون على وجهك. في اشكال انت تبغى ايش؟ الله جالك الورق. لا هي تبغى اللي مرسوم فيه تلون. عادي اي شيء تبغى اطلب المس، ورق، الوان، كل شيء. لا لانه هذا مو مرسام، هذه الوان ما ترسم. اوكي خلاص انتم ما تبغوا تلعبوا هناك، تبغوا تلونوا على طول؟ تبداوا تلوين؟ هاي غسان تبدا على طول ترسم ولا تلعب اول؟ احسن العب شويه بعدين ارسم. يلا تعال. وين تبغوا تدخلوا؟ هنا ولا هنا؟ هنا. يلا يلا تحدي، مين يطلع؟ يلا يلا. واو برافو. يلا يلا على الكور. يلا يلا بينا. يا سلام. الله هذا ايش؟ هذا المكان ايش؟ السري. مرة حلو مكان السري. بينا تطلعين مرة ثانية؟ ابني السيارة وتركبها. يلا سوي سيارة. ما شاء الله عجبتك الزحليقة؟ حلوة؟ ايش تسوي سيارة؟ ما تقدر سيارة مقطع لازم كذا. الله مرة حلو المكان. بس انه والله حلو. يلا ابني السيارة شاحنة. هذه ابغى ازرق. لا ازرق. اول شيء بسوي مقطع. يلا سوي اللي تبغون. وهذه العيادة. هاي بينا عندك النونو مريض؟ ليه؟ هذا ايش؟ هذه الصيدلية. هذا ايش؟
ما ادري علاج الطفل انه انا طايح حرام. تخيلوا يو يو ولد خالتكم. واحد يشتري خضار. أحاسب. يلا يا بينا اشتري خضار، خذ السلة. خذ السلة. يلا واحد فيكم ياخذ السلة يشتري. يلا بالدور بالدور، مرة واحد مرة واحد. يا سلام. جيب لنا كوسة وطماطم وبطاطس وليمون وموز وبرتقال. لازم سلة ثانية عشان هذه مليانة صارت. يلا. ويقطين يقطين، شوفوا بالسلة عندنا. هات لك مين؟ هذا. يلا حاسب شيل السلة. يلا يا. باقي باقي بصل، ايش بيك؟ يلا يا روبي حاسبي. خلاص خلاص نيل. هذه شافي. واو. ايوه هذا فلوس، يلا. يلا حاسبي حاسبي. لو سمحتي امسك عندي. كثرت كثرت اغراض. لازم لازم عندنا كبسه، عندنا عزيمه اليوم، ايش بك؟ يلا يلا صح صح. يلا حاسبينا وراعينا في الحساب. راعينا في الحساب. اوه ما شاء الله. زايد زايد تسعة. زايد 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 زايد. خربنا على المحاسبة خلاص. يلا راح حسب الحساب. ليه حسابك طلع؟ يلا اعطينا الفلوس. فلوس مليونير. الحساب طلع تدري كم؟ 190. يلا اعطينا الحساب. فلوس فلوس ماني ماني اعطوني. يلا يلا تعينا ما شاء الله اللي يبغى يروق النواني. حضانة ما شاء الله تبارك الله. يلا تعالي تعالي شوفوا 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 ما شاء الله. شوفوا شوف هنا هنا كمان هنا. واو تروح الرسم بدل الإزعاج. شايف عندك الرسم هنا وعندك هنا السبورة. روعة. هذا اللي بيبي اللي بيبي الصغار زي يويو هنا يجون. والله يقول كذا معكم برا. اقعد مع يويو عشان يلعب. يلا خلاص تلعبون من برا؟ قطعة نص الباندا. ركبوا. كلها ليجو، هذه كلها ليجو. يلا يلا بينا. ما شفنا الباندا. حق البيبي هذه مو حقتك. والله حتى يطيح يلا. كبر يطيح. ايوه ايوه يلا بينا. هذا كل المجال زي يويو. في من كملت عزمتي. استنى ثالث. الله صلصال بينا بتموت من الفرحة. يعني أمنعها من الصلصال في البيت عشان ما تعدم ملابسها وما تعدم البيت. هنا في مجال. شوفوا شوفوا الصلصال. وين بالضبط؟ هنا شوفوا. الالوان ما شاء الله. بتفللوا اليوم بتفللوا. لا ايش نسوي هنا؟ حتفلي عشان تبغى تلوني لين يجيك الصلصال؟ نلعب ولا شوفي جاء الصلصال خلاص. وغسان روبين اخذوا صلصال. الله بدأت تسوين العيون. ادوهم فيسات بدون ملامح، هم يسووا بالصلصال الملامح. يلا يا غسان وريني ملامح الولد بالصلصال، وانت يا بينا وريني ملامح البنت بالصلصال. اوكي ما شاء الله البنت سوت الملامح ما شاء الله. غسان وروبين قاعدين يسوون ملامح الولد والبنت اللي معاهم. هنا روبين قاعد تسوي فيس البنت، وغسان
هو العيون والحواجب. ما شاء الله حواجبه ثقيلة بس حقها. الله المهم مرة حلو يا بينا. العنف أنا أسويه. العنف يلا سوي العنف. الله يا غسان هذا إيش؟ العنف؟ العنف ما شاء الله. يلا سوي الفم. ما شاء الله روبين خلصت هذا الفيس حق روبين. كيوت البنت حقتك يا بينا. الخدود يلا غسان يلا باقي لك الفم. والله ما شاء الله مسوي رجال رجال. يا ربي يزنن يزنن يزنن. ما شاء الله شوف البنوتة الحلوة هنا سوت برضو بنوتة حلوة زيها. ما شاء الله حلوة رسمتك. رسمتك حلوة. رسمتك الله هذا الفم ولا شنب؟ شنب شنب يجنن مرة حلو. يلا انبسطوا حبايبي. هذا نساك ما شاء الله شنب ودقيق رجال رجال ربع. هنا سوت لها خدود. دحين تبدأوا بفعالية الرسم. خلصنا ماما. طيب حلو. يلا اجمعوا صلصالكم حطوه في علبة وقفلوا عشان تاخذونه معاكم. خرجت رحت ودحين جيت اشوفهم. كيف انبسطتوا؟ اشوف هذا المكان. اشوف هذا طلع مكان الاطفال الكبار ما يدخلونه. بالله؟ كيف انبسطتوا؟ هاي يا دكتورة ايش عنده المريض؟ ايش عنده؟ جوة اذنه دي. جوة اذنه ايه؟ دي دي؟ ايه؟ دي؟ يلا يا مريض قوم قوم قوم. خليها تطلع هذا كشف الدكتورة. المريض والدكتورة تضاربوا الحقوهم. خلاص خلاص خلاص. طلعين الديك. الله الفن هذولا كلهم ما شاء الله فنانين. يلا ورونا الطرف. يلا 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 يلا. واو ما شاء الله كل واحد معاه آلة موسيقية. يلا بريز لا تتحرك. حتى انا العب معاهم. يلا 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 ما شاء الله كلهم آلات موسيقية. جمد يا غسان خلاص فريز. روبين صاحب حقك يا غسان. يلا كمل. الله ادوني كمان انا واحدة. ادوني اديني هنا هنا مرمية في الارض. اديني فريز يعني وقفت. اقول لها اديني ما تديني وقفت خلاص. حتى انا معاهم. اديني هذا وانت خذي هذه. دفيت غسان هم جمدوا. صفقة صفقة للموسيقيين. يلا شوف. واو ما اعرف هذه كيف. والله انا عارف انا عارف هذه. يلا غسان يلا بينا. الله هنا حديقة زهور مشتل مشتل من الأزهار. راح أسرق
يلا تزرع رشهم مويه، لازم ترشهم مويه. قبل تزرع يلا ازرع اشوف. يا سلام. بعدين احط بذره التفاح. يلا حط بذره. يا سلام. بعدين وتسقيها مويه كل يوم. بعدين صارت ايش؟